السلام عليكم، أهلا بيكم في السيشن الرابع من الـ Accounting Principal Course. فيديو النهاردة هنتكلم فيه عن إيه هي الـ Business Transactions وإزاي أقدر أعمل Analyzation للـ Business Transactions. قبل ما نبتدي، لو أنت مش متابع معانا ياريت على الأقل تشوف Session 3، لأن اتكلمنا فيه عن الـ Accounting Equation بس من خلال الـ Theoretical Side، والنهاردة بإذن الله هناخد الـ Practical Side للـ Accounting Equation. يلا بينا نبتدي. Analyze the effects of business transactions on the accounting equation. عايزة أعمل analyzation أو تحليل للـ transactions اللي هي العمليات التجارية اللي أنا قمت بيها كبزنس وتأثيرها على الـ accounting equation. طيب أنا مبدئيا كده عايزة أعرف إيه هي الـ business transactions. Transactions are a business's economic events recorded by accountants. يعني transactions عبارة عن الـ economic events. يعني إيه economic events؟ هي الـ activity اللي أنا بقوم بيها كبزنس، بس بشرط إن الـ activity دي أقدر أعمل لها measure in terms of money، وده طبعاً وفقاً للـ monetary unit assumptions اللي اتكلمنا عنه قبل كده. أنا الـ activity دي بعمل لها recording عندي، أنا كـ accountants بعمل لها recording في الـ accounting system. طيب هل معنى كده إن في activity بعمل لها recording و activity مش هعمل لها recording؟ خلونا نشوف ده مع بعض. أنا دلوقتي قدامي two activities. أول activity اللي هي الـ pay rent. تاني activity discuss product design with the potential customer. يعني أنا في أول activity قمت بيها كشركة أنا دفعت الـ rent. تاني حاجة عملت discussion جالي customer، فأنا just إن أنا بعمل معاه discussion عن الشكل أو الـ design بتاع الـ product اللي هو عايزه. طيب أنا دلوقتي هل في عندي كريتيريا أقدر أعمل لها measure أو إن أنا أقيس عليها بحيث إن أنا أعرف هل الأكتيفيتي دي هعمل لها ريكوردنج عندي في الأكونت سيستم ولا لأ؟ طيب أنت ممكن تقدر تسأل نفسك السؤال ده: Is the financial position of the company changed؟ هل الوضع المالي أو اللي هو الفاينانشال بوزيشن للشركة اتغير؟ إيه هو الوضع المالي؟ اللي هو الأسيتس أو الليابيلتي أو الأونرز إيكويتي، حاجة من دول اتغيرت؟ طيب نيجي لأول أكتيفيتي اللي أنا دفعت فيها الرينت. دفعت، أنا بقول دفعت، إذن أنا بدفع من الكاش اللي موجود عندي في الشركة، الكاش ده اللي هو assets. إذن الترانزاكشنز دي بتأفكت عندي في الأكاونتنج إيكويجن أو بتأفكت عندي على الفاينانشال بوزيشن. بالنسبة للفيرست أكتيفيتي، yes this transaction will be recorded. طيب اللي أنا عملت فيها discussion مع الكاستمر بتاعي عن الديزاين بتاع البرودكت، أو إن أنا ممكن أكون just إن أنا عملت sign للكونتراكت مع الكاستمر، لكن الكاستمر ما دفعش اي كاش ان ادفانس، مفيش فيها اي حاجه ان هي تأفكت على الفاينانشال بوزيشن. في الكيس دي الترانزاكشنز دي will not be recorded. لكن في كيس ان الكاستمر لو كان دفع لي كاش ان ادفانس، فاذا في حاجه هنا نقدر اعمل لها measure in terms of money، فبالتالي كنت هقدر اعمل لها recording. لكن في الكيس اللي معانا دي انا مش هعمل لها recording. طيب خلونا نعمل ده بشكل practical أكتر على الـ accounting equation. هيكون معانا problem وهنعملها مع بعض على الـ accounting equation. On April 1st, Julie established Julie's Travel Agency. The following transactions were completed during the month. شخص اسمه جولي عمل started new business خاص بيه سماه اللي هو Julie's Travel Agency، وقام بالـ transactions دي خلال شهر April. أول transaction عملها عمل investment invested $15,000 cash to start the agency. عمل investment استثمار بالمبلغ اللي احنا شايفينه ده. طيب مبدئيا هنعمل الـ accounting equation. الـ accounting equation اللي هي الـ assets equals liabilities plus الـ owner's equity. طيب كنا اتكلمنا المرة اللي فاتت وقلنا الـ assets كان عندنا زي الـ cash، الـ accounts receivables، الـ equipments، وطبعا بيندرج تحتها حاجات تانية كتير زي supplies واللاندس والproperty، بس احنا هنا just كـ example احنا محتاجين ده بس. طيب الـ liability كانت زي الـ accounts payable، وطبعا في عندنا notes payable، salaries payable، و items تانية كتير بتندرج تحت الـ liability، والـ owner's equity هيبقى تحتها الـ Julie's capital اللي هو رأس مال الشركة. طيب قبل ما أعمل recording للـ transactions أنا في حاجات عايزاكم تعرفوها. أول حاجة عايزين نعرف أنهي أكاونت هيتأثر بالترانزاكشن اللي حصلت. طب يعني إيه أكاونت؟ يعني أنت عندك تحت الأسيتس هتلاقي في كاش، في أكاونتس ريسيفابل، في إكويبمنت، وفي أيتمز كتيرة. الكاش ده أكاونت، الكاش دي أكاونت لوحده. الأكاونتس ريسيفابل ده أكاونت حساب لوحده، الإكويبمنت ليها أكاونت. كل أيتم تحت الأسيتس أو تحت اللايبيلتي أو تحت الأونرز إيكويتي اسمه أكاونت. فعايزين نعرف أنهي أكاونت من دول هيتأثر بالترانزاكشن اللي حصلت.
تاني حاجة لازم تعرف إن كل ترانزاكشن بيكون ليها at least dual effect. يعني إيه dual effect؟ يعني two effects هتأثر على two accounts at least. يعني معنى كده إن في ترانزاكشنز هتلاقيها بتأثر عندك على أكتر من account، وده هنشوفه مع بعض دلوقتي. تالت حاجة عايزاك تعرفها إن لازم الـ accounting equation معاك تكون in balance. يعني إيه in balance؟ يعني الـ assets side equals الـ liability plus الـ owner's equity side. الـ two sides لازم يكونوا in balance. طيب نرجع تاني لي الـ transactions اللي معنا. invested 15,000 cash to start the agency. عمل investment بمعنى إن هو أودع المبلغ ده في الشركة علشان يقدر يفتح البيزنس بتاعه. طيب إذن أنا أول account هيتأفكت عندي اللي هو الكاش. الكاش هيحصل له increase بالمبلغ اللي أنا عملت بيه investment. طيب المبلغ اللي أنا دفعته بالكاش ده يعتبر equity capital، رأس مال للشركة، هيندرج تحت بند اسمه الانفستمنت. لو تفتكروا المرة اللي فاتت كنا قلنا إن في عندنا four main activities بيأفكتوا على الأونرز equity. كان في منهم two main activity بيعملوا increase للإكويتي، و two main activities بيعملوا decrease اللي هما الانفستمنت والريفينيو بيعملوا increase، والإكسبنسز والدرونز بيعملوا decrease للإكويتي. السكند ترانزاكشنز، بيت تيكس $100 كاش فور ابرل اوفيس رنت. دفع ايجار للاوفيس رنت بمبلغ $600. انا اول ترانزاكشن عندي زي ما هي. عشان اعمل ريكوردين للسكند ترانزاكشن انا عايز اعرف ايه هي الاكونتس اللي حصل لها افكت. انا دفعت، اذا الكاش اكونت عندي هيتاثر وهيحصل له ديكريس بالمبلغ اللي انا دفعته. طيب هنلاقي عندنا ال 600 دي ظهرت في الايكويتي كابيتال. ليه ظهرت في الايكويتي كابيتال؟ لان ده تعتبر اكسبنسز عندي، الرنت ده اكسبنسز، وزي ما احنا عارفين الاكسبنسز بيعمل ديكريس للاونرز ايكويتي. هي الاكسبنسز اولويز انكريس، دايما الاكسبنسز بتزيد، مفيش حاجه اسمها الاكسبنسز بتقل، بس احنا بنقول ان الاكسبنسز هنا بالنيجاتيف لان هي بتعمل ديكريس للاونرز ايكويتي. ولو تلاحظوا ان انا ستيل كده ماشيه ان بالانس في الاكونت ايكويشن، لو حصل انكريس في الاسيت سايد بيحصل له بالمقابل انكريس في الايكويتي سايد او الليابيلتي سايد، ولو حصل ديكريس لازم بيحصل في التو سايدز. ولو لقيت سايد واحد بس عندك هو اللي اتافكت زي الاسيتس هتلاقي الانكريس والديكريس في نفس السايد، فبالتالي هيكون نو افكت لان هيلاشوا بعض. purchased equipment for $3,000 cash. هو اشترى دلوقتي equipment بالمبلغ ده. طيب انا دلوقتي اشتريت equipment cash، يعني دفعت ان الكاش اللي عندي موجود في الشركة ال 3000. اذا انا الكاش هيحصل له decrease بال 3000، وعندي ال equipment دي بتندرج تحت ال assets هحصل لها increase بال 3000. وانا ده اللي بقول لكم عليه ان حصل increase و decrease في نفس السايد، فبالتالي هيكون ال still ال account equation عندي in balance. incurred $7,000 of advertising costs in Chicago turbine on account. دفع دلوقتي advertising costs in Chicago on account. يعني في عندي advertising costs اللي هي expenses، بس الاكسبنسز دي لو تلاحظوا ان قال لي في اخر الترانزاكشنز ان هي on account، على الحساب، يعني ما دفعتهاش دلوقتي كاش بس انا هدفع الفلوس دي بعدين. عشان اعمل ريكورد للترانزاكشنز بتاعتي دي انا دلوقتي هيكون عندي items اسمه accounts liability هيزيد. معنى كلمة accounts liability ان انا عندي obligations او debts اللي هي ديون عندي لشخص تاني external للشركة، فبالتالي عندي accounts payable هتزيد بال 7000 وهيحصل لها increase في المقابل لان هما الاتنين في نفس السايد، decrease بال 7000 وهتكون عندي expenses، والexpenses بتعمل decrease في owner's equity. paid $9,000 cash for office equipment. هو اشترى تاني equipment ودفع لها المبلغ ده اللي هو 900، بس دفع 900 in cash. اذا انا الكاش عندي هيحصل له decrease بال 900 والequipment هتزيد بال 900، وهنا negative و positive الاثنين في نفس السايد فانا still in balance. performed services worth $10,000. 3,000 cash is received from customers and the balance of $7,000 is billed to customers on account.
معناه ان انا دلوقتي عملت سيرفيس للكاستمر، السيرفيس دي كانت بمبلغ اللي هو 10,000، لكن انا الكاستمر دفع لي دلوقتي 3,000 والباقي هيدفعه اون اكونت بعدين. فانا دلوقتي استلمت من الكاستمر 3,000. عشان اسجل الترانزاكشنز دي انا اول حاجه received 3,000، يعني الكاش عندي هيحصل له increase ب 3,000. طيب الكاستمر هيدفع الباقي بعدين، اذا ال 7,000 هيكونوا في الاكونتس ريسيفبل، ده الكاستمر هيدفعها لي بعدين، وده معنى الاكونتس ريسيفبل. طيب انا دلوقتي لو تلاحظوا ان انا عندي 3,000 وال 7,000 الاثنين في نفس السايد بتاع الاسيتس، يعني انا دلوقتي حصل انكريس ب 10,000 في سايد واحد. انا لازم يكون الاكونت بتاعي ان الاكونت ايكويشن ان بالانس، فبالتالي هنلاقي 10,000 ظهرت تحت الايكويتي وبالبوزيتيف وده ريفينيو، فاذا انا بقيت الاكونت بتاعي بات ان بالانس. withdraw $600 cash for personal use. اول ما نشوف كلمه withdraw هنلاحظ ان هي دي drawings، وفرقنا عن drawings والexpenses قلنا ان drawings دي بتكون الowners of business بيسحبوا فلوس من الشركه، بس ده بتكون لحاجه personal use مش related للبزنس، ودي هنفرقها عن الاكسبنسز. الاكسبنسز بتكون related للبزنس، دي مصروفات بدفعها دلوقتي في سبيل ان انا هحصل على profit بعدين. بس في كلتا الحالتين سواء كان expenses او withdrawals انا كده بسحب فلوس من الشركة، فانا الكاش اكاونت عندي هيحصل له decrease بالاماونت اللي انا سحبتها اللي هي 600، و هنلاقي الاونرز ايكويتي يحصل لها decrease بال 600، بس طبعا ده هيكون بند اسمه withdrawals. Pat Chicago $500 of the amount due in transaction 4. لو تلاحظوا عندنا كان في transaction 4 انا في عندي كان مبلغ للادفرتايزنج كوستس انا ما كنتش دفعتها وكانت لسه اون اكونت كنت هدفعها بعدين، فبيقول لي هنا في transaction دي انا هدفع من الديون اللي عليا $500 من $700، فاذا هعمل decrease للاكونتس payable بالمبلغ اللي انا دفعته والكاش هيقل بالمبلغ اللي انا دفعته. Paid employee salaries $2,500. انا دلوقتي عندي الموظفين اللي في الشركه دفعت لهم السالري بتاعهم بالاماونت دي، فدفعت اول اكونت هيتافكت عندي اللي هو الكاش هيقل بال $2,500، والامبلوي سالري دي هتعتبر اكسبنسز فبالتالي هتعمل ديكريز للاونرز ايكويتي. ليه اعتبرنا السالري اكسبنسز؟ لان دي كلها من ضمن المصروفات اللي انا بعمل بيها رن للبيزنس زي ما قلنا عشان في سبيل ان انا احصل على بروفيت بعدين. ترانزاكشن اخيره معانا اللي هي received $4,000 in cash from customers who have previously billed in transaction 6. لو تفتكروا ان انا عندي في الترانزاكشن نمبر 6 ان انا كنت عملت سيرفيس لكاستمر كان دفعني منها مبلغ اللي هو 3000 وكان ال 7000 هيدفعهم بعدين، فهنا بيقول لي ان الكاستمر ده هيدفع من ال 7000 هيدفع 4000، فاذا انا ريسيفد كاش بال 4000 الكاش عندي اكونت هيزيد بال 4000 والاكونتس بيبل هتقل بال 4000. طيب احنا بنقول من ساعتها ان الاكاونت ايكويشن لازم تكون ان بالانس. تعالوا نتاكد كده ان احنا الاكاونت ايكويشن بتاعتنا ان بالانس. لو جينا نقفل الكولوم بتاع الكاش اكاونت هنلاقيه ب $13,900 والاكاونتس بيبل $3,000 اكويفمنت $3,900. بالنسبه للسايد الثاني اللايبيلتي $200 والاونرز ايكويتي هيبقى $2,600. لو جينا نشوف السمشن بتاع الاسيت سايد هنلاقيه ب $2,800، والجانب بتاع الليابيلتي بلس الاونرز ايكويتي الاثنين مع بعض ايكوالز $2,800. اذا انا الاكونت بتاعتي ان بالانس. وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاع النهارده.